بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هديه وسلم بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا فانت منا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واطلب بنا مولانا فيما جرت به المقادر. أما بعد، إن شاء الله نسعد وسعد حضراتكم في قراءة كتاب من كتب التراث، وهو كتاب الملل والنحل للإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة 48 و50. ولابد أن نتكلم أولا عن الكتاب وعن المؤلف وعن أهمية هذا العلم، يعني ما هي الأهمية التي ستعود علينا في معرفة مقالات الفرق المختلفة. أما عن الإمام فهو الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، اختلف في مولده ولكن فيه يدل يعني تقارب بين المؤرخين في الاتفاق على سنة وفاته التي هي عام 48 و50. الإمام الشهرستاني ولد في إيران، في شهرستان أي إيران. طبعا كما هي عادة الأئمة القدامى ينسبون إلى بلادهم، فيقولون الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري لأنه ولد في نيسابور، الإمام البخاري لأنه ولد في بخار، الإمام الشهرستاني لأنه ولد في شهرستان، وهكذا الإمام الرازي. كل هؤلاء الأئمة نسبوا إلى بلادهم. وعندنا في مصر هنا في الكتب القديمة كان الأزهر الشريف يأتي إليه الطلاب من كل حدب وصوب، فكانوا لا يعرفون بأسمائه ولكن يعرفون بولاده، فيقول الشيخ أين الطالب الطوخي لأنه ولد في طوخ، أين الطالب الشرقاوي لأنه ولد في الشرقية، أين الطالب الإسنوي لأنه ولد في إسنة من صعيد مصر. الإمام الشهرستاني تفنن في علوم كثيرة، تفنن في الفقه وفي أصول الدين، وهو أشعري صميم، له كتاب ينتصر فيه انتصارا باهرا لمذهب الأشاعرة، وهو نهاية الإقدام في علم الكلام للإمام الشهرستاني. وكان فقيها شافعيا، وأغلب الأشاعرة يعني يتشرعون على مذهب الإمام الشافعي، أغلب الأشعري، حتى الإمام أبو الحسن الأشعري لما على نجمه وتاع صيته كل المذاهب أو أصحاب المذاهب أرادوا أن يأخذوه إلى جانبهم، فالمالكي يقولون عنه أنه مالكي وهكذا، ولكنه شافعي لا مجمجة في هذا، هو شافعي. فأغلب الأئمة المنتسبين إلى مذهب الإمام الأشعري أغلبهم على مذهب الإمام الشافعي في الفروع، وفضلاء أيضا الشافعية والحنابلة والمالكية كلهم ينتمون إلى مذهب الإمام الأشعري في الأصول، لأن كما قال ابن السبكي لأن الإمام الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي بعقيدة جديدة، ولكنه أزال الركام والزيف عن عقائد أهل السنة، فورثت ووضحت وأقام عليها الأدلة والبراهين، فسارت في الناس وتقبلتها تلقتها الأمة والقوم. الإمام الشهرستاني كان واعظا، كان يجلس في مجالس الوعظ يعظ الناس. لعلكم تتعجبون كيف يكون إماما من أئمة الكلام و
ويستطيع أن يلاحظ الناس. لا شك أن لغته ستكون لغة عالية، ولكن من درس المقالات هو الذي يستطيع أن يخاطب الناس. لما؟ لأنه يعرف ما عند الناس، فيستطيع أن يخاطبهم وأن يحاورهم وأن يناقشهم لأنه فهم ما عند الناس. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب أو هذا العلم. أيضا الإمام الشهرستاني لم يفت كعادة أهل العلم المبرزين أن ينسب إليه شيء في عقيدته، أن عقيدته كانت زائغة وأنه كان يميل إلى أهل الزيغ والإلحاد وهكذا من هذه المصطلحات التي تصك وأسمع الناس صكا. كلما برز عالم قالوا عنه هذه الكلمات التي تنفر الناس من الاجتماع حبلا. رحمه الله الإمام الشهرستاني. أما عن كتاب الملل والنحت فالإمام تناول فيه الحديث عن الفرق الإسلامية وأصل لهذا الأمر، ثم تكلم عن فرق أهل الكتاب وأصل لهذا الأمر، ثم تكلم عن في النهاية عن الفلسفة اليونانية وعن المنطق وعن التصورات وعن التصديقات إلى آخره. فهو كتاب جامع، وذلك يعني إذا أعانه الله عز وجل ونسأل الله العون، إذا انتهينا منه ندخل في كتاب متمم له ولكن بصورة أخرى، وهو الفصل في الملل والأحوال والنحت للإمام أبو محمد بن حسن. الإمام الشهرستاني سار في هذا الكتاب على منهج، وهذا هو عادة الأئمة اتباعه. أي منهج؟ ما هو المنهج الذي سار عليه الشهرستاني؟ المنهج أنه أتى بمقالات أهل الفرق دون إنقاص منها أو تزيد عليها، عرضها عرضا أمينا. يعني لو جئنا بواحد من تلك الفرق وقلنا له اعرض مقولتك ما استطاع أن يعرضها كما عرضها الإمام الشهرستاني. وهذه قمة الموضوعية وقمة الإنصاف من النفس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من النفس وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام الشهرستاني تعلم هذا من القرآن كما سيأتي. أما كتاب زي كتاب الإمام أبو محمد بن حزم، هذا الكتاب يعرض مقولات الفرق أيضا ومقولات أهل الكتاب، فرق الإسلامية وأهل الكتاب، فرق أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس، ثم ينقدها ويبطلها. وإذا لا بد من دراسة الكتاب كهذا الكتاب، ثم بعد ذلك بعد أن نعرف مقولات هذه الفرق نستطيع بعد ذلك أن نقوم بالرد عليها. طيب، ما فائدة هذا العلم؟ فائدة هذا العلم أن الله عز وجل كما قلت علمنا هذا. الله عز وجل عرض لمقولات اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام وعبدة الأوثان وعبدة الكواكب وعبدة النجوم. هل جاء واحد من النصارى اليوم وقال القرآن الكريم يكذب علينا فنحن لا نؤمن بهذه العقيدة التي يذكرها القرآن؟ هل أحد من النصارى قال هذه الكلمة أو تجرع عليها؟ لا يستطيع. لما؟ لأن القرآن الكريم عرض فعلا عقائد النصارى كما هي عندهم، لم يتزايد عليها ولم يتنقص منها. ثم بعد ذلك بدأ القرآن الكريم ليناقشها ويبطلها ويعود عليها. فهذا هو منهج أصيل في القرآن. ومن هنا قام المسلمون فيما يسمى بعلم مقارنة الأديان بأخذ هذا المنهج وتأصيله من الكتاب ومن السنة، وأضاف بعد ذلك
الدراسات التي قام بها علماء المسلمون على مر العصور والقرون، يعني الملل والنحل في الفرق بين الفرق الإمام البغدادي، في الفصل الإمام أبو محمد بن حزم، في فضائح الباطنية للإمام المزاري، أشياء كثيرة جدا في هذا الباب، مما يدل على أن أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا لم يتركوا شاردة ولا واردة في يعني من شأنها أن تنال من الإسلام إلا وردوا عليه ردا ذميا، بعيدا عن التشنج، بعيدا عن التحور، بعيدا عن عدم الموضوعية، لكن بكل موضوعية. نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا. وهذه عادة أئمة أهل العلم، يبدأون كتبهم بالحمد والثناء على الله كما هو أهل، وصلى الله على محمد المصطفى رسول الرحمة خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. لما وفقني الله تعالى إلى مطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل. طبعا عنوان الكتاب الملل والنحل. الملة هو الحق الذي لا ريب فيه، النحلة هو الأمر المبتدع المخترع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما النحلة ده الهوى، الأمر المخترع الذي لا أصل له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية من عندهم تتألفون بها قلوب النساء. ولذلك يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك يقول الإمام الجوزي رحمه الله: إن الهوى هو شرع إله عبد الله. لذلك يقول الحق: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لما وفقني الله تعالى إلى مطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناص أوانسها، الأوانس هو الشيء القريب الذي يأنس به الإنسان، وشواردها هي الشيء الذي شز وفذ وابتعد، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتحله المنتحلون، عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر. وقبل الخوض فيما هو الغرض لابد من أن أقدم خمس مقدمات. إذن الإمام رحمه الله يضع المنهج الذي سيسير عليه ويمهد للموضوع الذي سيكتب فيه، وهذا يعلمهم بعد ذلك عندما يفتح الله عليهم وعليكم وتكونون طلابا في الدراسات العليا، ويمكن بعضكم في هذا، لابد أن تقدم المنهج الذي ستكتب فيه الموضوع أو على إثره أو على منواله الموضوع الذي تود أن تبحث فيه. فلمن يعلمنا هذا الإيه؟ هذا المقدمة الأولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة. طبعا العالم كما نعرف وتعرفون هو
هو كل ما سوى الله. ثم علمنا لأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. يعني يتكلم عن العالم، العالم المحسوس الذي نراه ونلمسه ونحسه ونتعلم ما فيه من علم، هذا هو العالم. جملة مرسلة، يعني إيه جملة مرسلة؟ يعني عبارة عن إزالة جهالة. الثاني، المقدمة الثانية في تعيين قانون يبتنى عليه تعديل الفرق الإسلامية. كيف أقول أن هذه الفرقة سائرة على المنهج الصحيح؟ وكيف أقول أن هذه الفرقة سائرة على المنهج الباطل؟ لابد من قانون أصل نرجع إليه، وإلا لحكمنا الهوى فيما بيننا، وهذا أمر يصعب أن نتقبله أو أن يعني أمر يصعب جدا يكون، وإلا ما سلم أحد من أحد. الإمام الكبفاري يقول لو أخذنا بقول كل أحد في أحد ما سلم أحد. إذا لابد من قانون نسير عليه. المقدمة الثالثة في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها. المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيف انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها. المقدمة الخامسة في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب. طبعا سيأتي كل مقدمة سنشرح معناها سريعا. المقدمة الأولى في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة. واحد، من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة، وأعطى أهل كل أقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والألسن. الأقاليم السبعة تعرض إليها ابن خلدون في مقدمته. ده تقسيم جغرافي قديم، كانوا يقسمون العالم إلى أقاليم سبعة، ينظرون إلى كل أقليم طبائع الناس، لون البشر، أخلاقهم، عاداتهم، تقاليدهم، لغتهم، علومهم، معارفهم، هكذا. ولذلك مثلا ندرس أفريقيا، نقول أفريقيا هي القارة السمراء. طيب هي ما هي السلالات البشرية الموجودة في أفريقيا؟ السلالات البشرية الموجودة في أفريقيا سلالات كثيرة، منها السموج ومنها الهوتوتوت وكذا إلى آخره. طب ما هي ألوانهم؟ ألوانهم دائما تميل إلى السمار. طيب ما هي لغتهم؟ البعض يتكلم اللغة العربية والبعض يتكلم اللغة السواحلية والإفريقية وكذا إلى آخره. بل مثلا عندك بلد كالسودان في بعض الولايات ممكن يكون لهجة مختلفة عن لهجة، كما هو الحال في مصر مثلا، أهل القاهرة لهم لهجة وأهل الصعيد لهم لهجة تختلف عن لهجة أهل القاهرة. هذه الأقاليم السبعة ده تقسيم جغرافي بيبين أن كل جزء من الأرض ما هو حال الناس الذين يسكنونه، كيف يأكلون، يشربون، يتزوجون، يتناسلون، يتدينون، يعبدون وهكذا. ده تقسيم ينظر إلى العالم بهذا المعنى. ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، ووفر على كل قطب حقه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائع. إذا بدل ما كانت القسمة سباعية في الأولى صارت رباعية في الثانية. وذلك في قصة ذي القرنين رضي الله تعالى عنه عليه السلام، ماذا قال؟ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه فوق. من قبل كده ماذا قال؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبها وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
ده تقسيم ايضا بينظر الى الجهات الجغرافيه، الشرق والغرب والشمال والجنوب. تقسيم ثالث، ومنهم من قسمهم بحسب الامم، فقال كبار الامم الاربعه العرب والعجم والروم والهند، ثم زاوج بين امه وامه فذكر ان العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، واكثر ميلهم الى تقرير خواص الاشياء والحكم باحكام الماهيات والحقائق واستعمال الامور الروحانيه. طبعا هذا هو راي من يقول بهذا التقسيم، ان العرب والهنود يتقاربون في مسألة الفهم، وأنهم يبحثون دائما أي العرب والهنود في خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية، وهذا أمر حقيقي. الجماعة الهنود يمتازون بالحكمة، ولذلك أغلب علماءنا من علماء الكلام والمنطق يخرجون من هذه المنطقة. هذه واحدة. الثانية، الأمور الروحانية. يعني الآن الهنود عندهم متنسكة الهنود، يعني يشتطون وعندهم غلاء في تعذيب النفس، لدرجة أن الواحد منهم يمكن أن يمكث 40 يوما فوق شجرة، يلعبون رياضات روحية مميتة هكذا عنده. ولكن في فرق بين الصوفي والإشراقي. الإشراقي هو يحاول أن ينمي روحه، ولكن لا يستند في هذا إلى نص شرعي. أما الصوفي فيستند إلى نص شرعي. كما أن هناك فارقا بين الفيلسوف وبين المتكلم. فالفيلسوف يتكلم في أمور ما وراء الطبيعة التي يسمونها الميتافيزيقي، ولكن دون الارتكان إلى نص شرعي. أما المتكلم فيتكلم في نفس الأمور، ولكن يستند في كلامه إلى ماذا؟ إلى نص شرعي. وأما الروم والعجم فيتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية. ابن خلدون يقول: العرب أبعد الناس عن الصناعة. أمر قرره ابن خلدون من قديم، يعني العرب أمة ليس فيها مكتشفون كثر، أبعد الناس عن الصناعة. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية أغرقوا في العمران الحضاري. وفي فرق يا جماعة بين الحضارة والمدنية. الحضارة تشتمل على أمرين، تشتمل على منظومة قيم، هذه القيم يبنى على أساسها المدنية الموجودة اللي هو الأبنية والعمارات، وهذا أمر حدث في الحضارة الإسلامية. يعني مثلا عندما تنزل في القاهرة القديمة هنا تسير في الطرقات، تجد الطرقات ضيقة وملتوية، تسأل نفسك سؤالا: لما؟ هل هؤلاء الناس أو البناؤون قديما لم يحسنوا البناء؟ ليست عندهم معرفة بقواعد الهندسة أم ماذا؟ ولكن المسلمين بنوا بيوتهم على أنهم أمة مجاهدة تجاهد في سبيل الله، فبنوا البيوت على هذا المعنى، وجعلوا الشوارع ضيقة على هذا المعنى لغرضين. الغرض الأول أن الذي يسير في الطريق ينشغل بالسير في الطريق، لأنه لو ذهل لحظة واحدة غفل لحظة واحدة
يعني ستجد يعني يصنع حادثة يعني يصطدم بما هو أمامه. الأمر الثاني أن العدو لو نزل هذه البيوت وجاء إلى هذه الأماكن حتما سينهزم، لأنه لا يعرف مداخل المدينة أو مخارجها ولا يعرف شوارعها الضيقة. ولذلك قال: أهل مكة أدرى بشعابها، أهل مكة أدرى بشعابها. فالذي هو موجود في أوروبا الآن مدنية وليس حضارة، في شوارع نظيفة، في عمارات شارقة، ولكن ما هي القيمة؟ ما هي القيمة التي انبنت عليها هذه الحضارة غير موجودة؟ إذا في فرق ما بين الحضارة والمدنية. الحضارة ده منظومة قيم، ولذلك المسلمون مثلا عندهم قيمة في دينهم تسمى قيمة العهد، فأنشروا القضاء ونصبوا له القضاء وفصلوا ما بين السلطة التنفيذية والقضاء من قديم. سيدنا عبادة بن الصامت لما كان قاضيا على الشام وحب سيدنا معاوية أن يناقشه في بعض الأمور كتب إلى سيدنا عمر. سيدنا عمر ماذا قال؟ قال له: لا إمرة لك على عبادة. مع أن سيدنا معاوية رضي الله عنه والي الشام من قبل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعجم وعجم المغرب من البربر بمثابة العرب. البربر الموجودين في شمال أفريقيا هؤلاء عجم، ولكنهم بمثابة العرب، وذلك لرسوخهم في البداوة. ولكن هل معنى هذا أن الشرق خلوا من الصناعات البتة؟ أبدا. أصل العرب من؟ يعني عندما نقسم العرب، هناك عرب باردة وعرب عارمة وعرب مستعرب. من العرب القدامى قوم عاد، عرب. ولكن القرآن الكريم عندما تكلم عن قوم عاد ماذا قال؟ قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. وإذا جمعوا المدنية بأكملها من البنايات الشامخة ومن المصانع، ولكن ليست هناك منظومة قيم تحدد ما الهدف الذي من أجله أنشأت هذه المصانع وما الهدف الذي من أجله أقيمت هذه المباني. بل القرآن نفاها فقال: أتبنون بكل ريع آية. والآية هي الشيء العجيب، أي تكون تحفة معمارية لا مثيل لها. ولكن هل أنتم في حاجة إلى هذه الآية؟ لا. تعبثوا أي للعبث بالله، ليس هناك حاجة إلى إقامة هذه المباني إلا لكون الترف الذي هو في الحقيقة سبب أصيل يقوض هذه المباني وتلك الحضارة. ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب، وذلك غرضنا في تأليف هذا الكتاب. والتقسيم هنا ليس تقسيما جغرافيا، وليس تقسيما بحسب الجهات، وليس تقسيما بحسب الخصائص، هل الأمة العرب قريبة من أمة العجم ولا لا، هذا لسنا معنيين به في هذا الكتاب. ولكن المعني هنا نحن نقسم العالم من حيث الآراء والمذاهب والملل والأهواء والأفكار والاتجاهات السائرة فيه آنئذ. هكذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله. ومنهم من قسمه بحسب الآراء والمذاهب، وذلك غرضنا في تأليف هذا الكتاب. وهم منهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل وأهل الأهواء والملل. إذن الناس في هذا العالم على قسمين: إما أهل ديانة لها أصل سماوي
أصل إلهي يعني، وإما أمر مبتدع ومخترع، إما أن يكون تابعا لملة، إما أن يكون تابعا إيه؟ لنهج، إما أن يكون تابعا لدين، وإما أن يكون تابعا لهوى. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الجنسية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع. إذن الأمر ينحصر في أمرين لا ثالث له، إما أن تتبع الشرع، وإما أن تتبع ماذا؟ وإما أن تتبع الهوى. فأرباب الديانات مطلقا مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين، دي أرباب الدين. والحق سبحانه وتعالى ذكر الأربعة في ثلاث آيات في القرآن الكريم مجتمعين. الآية الأولى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية في سورة المائدة يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. طبعا في مشكلة لغوية عايزين نحلها، نريد أن نحلها. هو في مشكلة عقدية في الآية الأولى، في مشكلة لغوية في الآية الثانية. شوف الثالثة اللي فيها مشكلة. ربنا قال في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوسة والذين إيه؟ والذين أشركوا. المشكلة التي في سورة البقرة، الحق سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن. فهنا يأتي بعض من في قلوبهم زيغ يقولون: إذا هذه الأديان على مستوى واحد، والذي يعمل صالحا سيدخل الجنة. ألم تسمعوا بهذا من قبل؟ بماذا نرد؟ كيف نرد؟ أن هذا يطعن في أصل الدين، ونرد لأننا لا نأخذ العقيدة من القرآن من نص واحد، ولكن نأخذ العقيدة من مجموعة نصوص. لذلك عاب القرآن الكريم على الذين جعلوا القرآن عضين، فقال: الذين جعلوا القرآن عضين. وعضين جمع عضو، ومعنى هذا أنهم مزقوه وقطعوه، فأخذوا كل نص وفصلوه عن الآخر، وبهذا أصبح هذا النص يعطي معنى بمفرده، والنص الثاني يعطي معنى الآخر بمفرده. ولو ضمننا النصين مع بعضهم البعض لوصلنا إلى المراد الإلهي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية. طيب ننظر، هذه سورة البقرة، ومن العجيب أن الله تعالى عندما قال إن الذين آمنوا ذكر ما هو الإيمان في آخر السورة، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح هذه النقطة؟ هذا أمر. الأمر الثاني قال ايه ربنا بقى؟ آمن الرسول وأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. طب الذي يفرق ما حكمه؟ قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني أنت من الممكن أن تصلي وتصوم وتعبد الله وتجتهد وتعبد ربك، ولكن تقول: والله أن سيدنا ذا الكفل عليه السلام ليس نبيا. أنت كافر خارج عن ملة الإسلام، لست من المسلمين. قبل المحيط
لا نفرق بين احد من رسله. اذا من اراد ان يسوي بين الديانات خلال هذه الايه يكذب على القران. وذلك ربنا قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن. طب وما هو الايمان؟ ذكرت نفس السوره. بعد كده تكلم ربنا عن العمل الصالح. اما عن المشكله اللغويه في سوره المائده الله تعالى يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون. بعض الناس الذين لا خلاق لهم يقولون ان هناك خطا لغويا وان الله عز وجل او كيف يعطف القران الكريم على ما هو يعني يعطف على المنصوب ويرفع. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون ان حرف تنفيذ المفروض ان انا عندما اعطف على اسم ان لابد ان انصب يعني. فكان يقول الصابين هو انا. قالها ربنا سبحانه وتعالى. طب الصابون دول ليه ربنا رفع الصابون؟ فهنا اراد ان الواو هنا ليست للعطف. الواو هنا للاستئناف. وهذا وارد على لسان العرب. فالعرب تستخدم الواو للعطف وتستخدم الواو للاستئناف وتستخدم الواو للجر وتستخدم الواو للقسم ولها استخدامات كثيرة في اللغة. وهنا للاستئناف. وتقدير القوم والصابئون حكمهم كذلك. طيب واحد يقول هذا اختراع لكي تقولوا ان القرآن ليس فيه أخطاء وإنما موجود الخطأ. نقول له أنت لا تفهم اللغة. لأن كل ما وافق وجه نحوي هذا قرآن. كما قال ابن الجزري رحمه الله. فهو وافق وجه من اوجه اللغه. اذا لا مشكله الا عند الجهال. ولذلك الكفار قريش كانوا اكثر عداله من الكفار المحدثين حقيقه. فما سمعنا او ورد ان احد منهم قال ان محمد يلحن في اللغه او ان الكلام الذي نزل عليه كلام ليس في مستوى بلاغي رائق. بل كما أخرج الإمام الحاكم في المستدرك أن الوليد بن المغيرة عندما ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه ما كلفته به قريش فتلا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أول آيات سورة فصلت. ثم عندما رجع قال يا قوم دعوا هذا الرجل وأمره فإن انهزم فقد استرحت وإن انتصر فهو منكم وأنتم منه. والله إني سمعت منه كلاما ما هو بكلام الإنس ولا بكلام الجن. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علىه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا خبير الذي يتكلم هذا خبير وليس إنسانا عاديا ومع ذلك شهد لكلام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الديانة التي لها أصل سماوي. طبعا احنا لا نتكلم عن ما طرأ على هذه الديانات بعد ذلك ولكن لها أصل موجود. في أصلها كانت رسالة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله تعالى لم يتكفل بحفظها. ترك حفظها لقومها. فقال بما استحفظوا عليه من كتاب الله. اي طلب الله تعالى منهم حفظ التوراه وحفظ الانجيل ولكنهم ضيعوا هذا. ولكن نتكلم عن الاصل عندما نزلت الرساله على قلب سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى كانت رساله اسلاميه صحيحه. ما طلع عليها بعد ذلك بينه القران وبينته السنه. فاربع الديانات مطلقا مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين. وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة الدهرية تنطق هكذا الدهرية أو الدهرية والصابئة وعبدة الكواكب والأوثان والبراهين. طبعا الفلاسفة الدهريين ورد ذكرهم في القرآن في سورة الجاثير وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
يعني الهلاك هنا بفساد البنية وليس بأمر خارج، ليس بقبض روح. إذا كانت البنية هكذا يقول الملاحدة، إذا كانت البنية سليمة يعيش الإنسان، إذا كانت البنية فاسدة يموت الإنسان، فليس لها علاقة بفراغ الأجال وانتهاء الأعمار. ولكن الرد واضح، نرى بأعيننا ناسا في قمة الفتوة والقوة يسقطون ميتين بدون سبب، ونرى ناسا في قمة المرض ويبقون أزمانا متطاولة، يعني من ممكن أن يموت الأطباء الذين يقومون على علاج ذلك الرجل وهو ما زال حيا يرزق. إذن المسألة ليست راجعة إلى ماذا؟ إلى فساد البنية، إنما راجعة إلى ماذا؟ إلى فراغ الأجل وانتهاء العمر. ولذلك في الجوهرة وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. واجب إيه معنى واجب إيماننا بالموت؟ هل الموت يحتاج إلى وجوب في الإيمان به؟ نراه كل يوم، ولكن معنى الوجوب هنا أن نؤمن بأن الموت لا يكون إلا بفراغ الآجال وانتهاء الأعمار. هذا هو معنى الإيمان، وإلا الموت لسنا في حاجة إلى أن نؤمن به، نراه بأعيننا. وذلك شوقي رحمه الله يقول: في الموت ما أعيا وفي أسبابه، كل امرئ رهن لطي حسابه. أتعجب عن الموت، واحد سليم يسقط ميتا، واحد مريض يبقى حينا من الزمن. ما العلة يعني؟ العلة كل امرئ رهن لطي حسابه. حسب لعمرك عند اللقاء من يموت لظفره كمن يموت لبيته. إن غاب عنك أي الموت فكل طب نافع، إن غاب عنك فكل طب نافع، يعني تأخذ أسبرينة تبرأ، واحد من الصالحين يقرأ لك رقية تبرأ، تشرب بعض من الماء تبرأ، وخذ بيدك ضغثا الآية في سورة الإنصار، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، تضع بعض من الكمادات على رأسك تبرأ. غاب عنك فكل طب نافع. لما نفع الطب؟ لأن الموت لم يحضر، وإلا فالطب من أعوانه، داء النفوس وكل داء قوله، هم نسين ذهابه بمجيئه. وإذا أهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة الدهرية والصابئة الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة، الصابئون والصابئين، ونتعرض لهم إن شاء الله. وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة، دي الديانة البرهمية موجودة في الهند، أغلب الهنود على هذه الديانة يعبدون فيها البقر. انظروا إلى قوم وصلوا إلى صناعة القنبلة النووية ومع ذلك يعبدون البقر. كان المهاتما غاندي يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية، ويقول أمي البقرة أفضل من أمي الحقيقية. لما؟ أن أمي البقرة بتعطيني اللبن، وأمي الحقيقية لا تعطيني شيء. وستأتي. ويفترق كل منهم فرقة، فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم، وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها، فافترقت المجوس على 70 فرقة، واليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، والمسلمون على 73 فرقة، والناجية أبدا من الفرق واحدة. طبعا هذا الحديث اختلف فيه اختلافا بينهم،
ولكن على فرض صحته فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، منهم من آمن به ومنهم من كفر. فالذي آمن به يسمى بأمتي الإجابة، والذي لم يؤمن به يسمى بأمتي الدعوة. إذن التفرق في أمة الدعوة وليس في أمة الإجابة، وده أفضل تأويل وقعت عليه لهذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، منهم من آمن به ومنهم من كفر. من آمن به يسمى هؤلاء المؤمنين بماذا؟ بأمة الإجابة. ومنهم من كفر، والكفار يسمون بأمة الدعوة. إذن التفرق في أمة الدعوة وليس في أمة الإجابة. واضح النقطة دي؟ علشان مثلا الوهابية لا يقولون أننا نحن الفرقة الناجية، وغيرهم لا يقولون نحن الفرقة الناجية، وهكذا. لا، الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه يقول: اختلف الناس في أمور كثيرة، فضلل بعضهم بعضا، وكفر بعضهم بعضا، وفي النهاية تجمعهم حظيرة الإسلام. مظلة الإسلام أوسع. ولذلك عندما كتب كتابه مقالات الإسلاميين أو مقالات المسلمين واختلاف المصلين، هذا العنوان بهذا المعنى يدل على هذه الرحمة المنبعثة من قلب هذا الإمام. أي ماذا أذكره في الكتاب؟ هو اختلاف، هي مقالات لمسلمين واختلاف بين مصلين يصلون إلى قبلة واحدة. وهذا هو الذي يقطع ويقضي على بذرة التكفير التي تطلق بالحق وتطلق بالباطل. هذا المعنى، هذا المنهج هو الذي يقضي على بذرة التكفير. والثاني فافترقت المجوس على 70 فرقة، واليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، والمسلمون على 73 فرقة، والناجية أبدا من الفرق واحدة. إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة. يعني عندما تكون هناك قضيتان متقابلتان أي متناقضتان، هاتان القضيتان الحق فيها في واحدة وليس في الاثنين. لا يجوز أن يجتمع الحركة والسكون في شيء. عندما يجتمعان يجتمعان في غير ذي عقل. لا يجوز أن يجتمع الطول والقصر في شيء، إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا، فلا يجتمع. ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقضتان متقابلتان على شرائع التقابل إلا وأن تقتسم الصدق والكذب، فيكون الحق في إحديهما دون الأخرى. إما أن يكون الله واحدا وإما أن يكون ثالثا ثالثا. هذه قضية وتلك قضية، فكيف نحكم بصدق الأولى وكذب الثانية؟ هل من الممكن أن يكون الله عز وجل واحدا في ثلاث في آن واحد؟ وذلك القصيري له لامية يقول فيها: جعلوا الثلاثة واحدا ولو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. جعلوا الثلاثة واحدة ولو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. ومن الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأنهما محقان صادقان. وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحدة فالحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة واحدة حتى في أمور المعقول. لا يجوز أن يكون هناك تناقض. التناقض لا علاقة له بالمعقول، بل إن العالم عندما يقع في التناقض هذا يسحق قيمته
في أن يكون عالما، لأن العالم لا يتناقض، ممكن يتراجع أمره ولكن يقرر أمرا ويقرر نقيضه في نفس الوقت ويثبت على الأول ويثبت على الثاني، صعب. وإنما عرفنا هذا بالسمع، وعنه أخبر التنزيل في قوله عز وجل: وإمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، الناجية منها واحدة والباقون هلكة. قيل: ومن الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة. مع أني هذا المصطلح أهل السنة والجماعة لم يظهر إلا متأخرا، لأن كان هناك مسلمون هو سماكم المسلمين. إن المصطلح أهل السنة يعني في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: الذين تبيض وجوههم هم أهل السنة. لأن هو مصطلح لم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مصطلح أهل السنة فقط، إنما أضاف له كلمة الجماعة عندما تنازل الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنه، فاجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد فسموا أهل السنة والجماعة. ونحن لا نقول أهل السنة بس ليس بمعنى خصخصة للإسلام، نحن مسلمون، ولكن نقول مصطلح أهل السنة في مقابل أهل البدع أهل الشيعة الذين يسبون الصحابة. هذا هو ذي معنى ذلك. مرة ناقش أحد من واحد من الوهابية فنقول له: ما هي السلفية؟ فقال: السلفية هو كتاب وسنة لفهم سلف الأمة. قلت له: وما هو الإسلام؟ فقال: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. قلت: أنت لم تفعل شيء، سواء أنك نزعت كلمة المسلمين وضعت كلمة السلفية، لم تصنع شيئا. الله تعالى قال: هو سماكم المسلمين، ولم يقل: هو سماكم السلفيين. هذا هو كل فيها أن أنا بأصنع عليها لافتة، هذه لافتة يعني تعطيني شيء من التميز الزائف. قيل: وما السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. طبعا لا تجتمع أمتي على الضلالة، فهذا فيه دليل على الإجماع، والإجماع مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. نحن عندنا مصادر متعددة للشريعة الإسلامية: القرآن والسنة والإجماع، هذين من الثلاثة. المصدر الثالث الإجماع والقياس. بعد ذلك في مصادر يقال إنه مختلف فيها، ولكن هي ليس مختلفا فيها، هي استخدمت استخداما مختلفا عند بعض المذاهب، كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وقول الصحابي وهكذا. وأجمع ما قيل أن مصادر الشريعة وصلت إلى 45 مصدر، إلى 45 مصدرا، منها إجماع العترة والأخذ بأقل ما قيل وهكذا. طيب، الإجماع هذا يشكك بعض الناس فيه، يقولون: كيف يكون هناك إجماع؟ هل هذه الأمة اجتمعت على شيء؟ نقول لهم: نعم، فيه إجماع. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، فكيف تكون من المؤمنين ولا تتبع سبيلهم؟ وكيف تدعي أنك متابع للرسول وأنت لا تنضم إلى جماعة المسلمين؟ دي واحد. اثنين، تقرر في الفقه أن العامية مذهبه مذهب من يفتيه،
أليس كذلك؟ طيب، فأنت إذا ذهبت، أنت عميل، ذهبت إلى فقيه لتستفتيهم فأفتاك بشيء، تأخذ به. لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان واحد من أهل الذكر قد أعطاك كلاما أو أعطاك فتوى وجب عليك أن تعمل به، فكيف إذا أجمعت الأمة على هذه الفتوى؟ ثالث، ربنا سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي تأمرون بالمعروف أي بكل معروف، وتنهون عن المنكر أي كل منكر. فلو لم ينعقد الإجماع في لحظة من اللحظات لمر على الأمة أن يكون فيها المنكر خير مواجه بالمعروف، وهذا لا يستقيم. الإمام الشاطبي يقول رحمه الله: الله عز وجل أعطى الأمة من جنس ما أعطى نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى النبي العصمة وأعطى الأمة العصمة إذا اجتمعت. أعطى النبي إيه؟ عصمة. طب أين العصمة في الأمة؟ إذا اجتمعت تكون معصومة من أن تقع بفضل. ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أعطى النبي المعجزة وأعطى بعض أولياء هذه الأمة الكرام. صلى النبي بالأنبياء إماما كده في ساحة بيت المقدس، لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهم بالبدر أو كالجند بالعالم، حتى بلغت سماء لا يطال لها على جناح ولا يسعى لها على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته: ويا محمد هذا العرش فاستلمي، صلوات الله وسلامه عليه. طب أين هذا العطاء في الأمة؟ الرسول صلى بالأنبياء إمام كده؟ أليس كذلك؟ أين هذا في الأمة؟ عندما ينزل المسيح آخر الزمان سيصلي به واحد من هذه الأمة. ألم يخبرنا النبي بذلك؟ إذا الله عز وجل أعطى هذه الأمة من جنس ما أعطى نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم وأمته معصومة، ولكن متى؟ إذا اجتمعت. يبقى بهذا انتهينا من المقدمة الأولى. ندخل في المقدمة الثانية. اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، مناهج في التأليف. كل إمام له منهج في تأليف كتابه، لا على قانون مستند إلى نص، ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود. فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديل الفرق. هذا الكلام يعطيك ماذا؟ يعطيك أن الإمام الشهرستاني رحمه الله لم يقدم على تصنيف هذا الكتاب إلا بعد ما استعرض كل ما كتب في عصره تقريبا عن موضوع هذا الكتاب. وإلا كيف يقول هذا الكلام؟ ومن المعلوم الذي لم يرى فيه أنه ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقال. فليس معقول أن واحد قال الجوهر لا يبقى زمانين ولا يكون في محلين، واحد تاني قال أن الجوهر يبقى زمانين ويكون في محلين، نعد هذا صاحب مقال وهذا صاحب مقال؟ لا، الاثنان متفقان على الجوهر، وهذا اختلاف في تصوير المسألة. إذا ليس هناك حاجة ملجئة
إلى أن نجعل هذا صاحب المقالة وذاك صاحب إيه؟ وذاك صاحب المقالة. فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد، ويكون من انفرد لمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في إعداد أصحاب المقالات، فلا بد إذا من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون فيها يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة. وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، يعني كل واحد كما يقول الشيخ الثاني ممن صنف قبله يكتب انطباعه عن الفرقة أو عن الطائفة ولا يستند إلى أصول. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن الأمة بقيادة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه هداها الله تعالى إلى علم أصول الفقه، وإلا كانت الأقوال في أصول الدين وفي فروع الدين لا تقع تحت حصر. ولكن علم أصول الفقه هذا جعل المذاهب أربعة، لو لم يكن موجودا لكانت المذاهب كل بعدد المسلمين، كل مسلم على وجه الأرض له مذهب، مش أربع مذاهب فقط. هذا هو لما؟ لأنه عندما أنطلق في دراستي لمقالات الفرق من أصل أستطيع أن أجمع هذه الشوارد تحت أصل، فلا ينشعب بي الأمر ولا تتوزع مسائله وتتفرق، ومن ثم لا أستطيع أن أحكم قيادها وأن آتي على أطراف الموضوع. إلا أنهم استرسلوا في إرادة مذاهب الأمة كيف اتفق وعلى الوجه الذي وجد. شوف انظروا احفظوا هذا الكلام، لا قانون مستقر ولا أصل مستمر، فاجتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار. يعني الإمام بذل جهدا كبيرا، بذل ماء عينيه يطالع ويقاسي حتى وصل إلى أن هناك أربع قواعد هي أصول كبار تنشأب عنها كل هذه الفرق. القاعدة الأولى الصفات والتوحيد فيها، وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. طبعا التوحيد عند المعتزلة غير التوحيد عند الأشاعرة. معنى التوحيد عند المعتزلة نفس الصفات، ومعنى التوحيد عند الأشاعرة إثبات ذات موصوفة بالصفات. إذن هذه هي القاعدة، وبيان صفات الذات وصفات الفعل وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل. طبعا صفات الذات، وده فيه الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة. المعتزلة اختلفوا في الصفات تماما من أولها إلى آخرها. الله عز وجل عندهم عالم، نعم لا يقولون بأن الله عز وجل جاهل معاذ الله، ولكن يقولون إن علمه عين ذاته، ليس هناك معنى زائد على الذات. أما نحن كأهل السنة بنقول أن الله عز وجل عالم بعلم قادر بقدرة، والدليل معنا قال تعالى أنزله بعلمه، أنزله ماذا؟ بعلمه. المعتزلة يقولون أنتم بهذا المعنى تثبتون قدماء مع الله، بمعنى أن هناك قدماء مع الله، الذات وسبع. فكيف كفرتم النصارى لقولهم بثلاثة أقانيم قديمة ولا تكفرون أنفسكم لقولكم بسبعة بثمانية؟ والماتريدية الله بثمانية، الذات بثمانية، لأنهم أضافوا صفة التكوين. والرب نحن لا نثبت ذوات ولكن نثبت صفات، واضح؟ لا نثبت ذوات، ما
اختلط الأمر بين الذات والصفة. النصارى يثبتون ذوات، الأقانيم عندهم ذوات مستقلة، ولكن اندمج الثلاثة مع بعضهم البعض بالسر اللي يعرفه إلا الله، هكذا يقولون. أما أهل السنة فيثبتون الصفات، والصفات دي معاني قائمة بالذات، وإلا أصبحت أضحت الذات مجردة عن صفاتها، وهذا أمر يخالف القرآن الكريم، أن الله تعالى قال أنزله بإيه؟ أنزله بإيه؟ وبين صفات الذات وصفات الفعل وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل. صفات الذات وصفات الفعل، وده الخلاف اللي بين الأشاعرة والوهابية حديثا والكرامية والمجسمة قديما. الوهابية يقولون أن الله تعالى له يد، هي صفة ذاته، وله عين، وله رجل، وله وجه، وله جنب، وهكذا. هذه صفات الذات. صفات الفعل يقولون أن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، يقولون أن الله يستوي على العرش استواء حقيقيا، هذه صفات الفعل. أما أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية فلهم طريقتان، التفويض أو التأويل. معنى التفويض، نحن نؤمن بكل ما ورد، ولكن معناه الحقيقي نوكله إلى الله، أو أن نحن نحدد معنى الكلمة الواردة بمجاز من مجازات اللغة قريب يحتمله السياق. وهذا فعله ابن عباس في تفسير القرطبي مثلا، يقول يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس أي عن شدة الأمر. فعله الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، فقد فسر قوله تعالى وجاء ربك، أي قال وجاء أمر ربك. فعله الإمام البخاري، وأنا لا أقول العلماء الذين يستندون عليه، لست في حي إلى أن أذكر الإمام الغزالي مثلا أو كذا، أو الإمام الجويني، هذا معروف. إنما الإمام البخاري في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم يضحك، أو لقد ضحك الله من صنيعكما البارحة، عندما جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يصنع، أرسل إلى نسائه فقلنا جميعا الذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما، فقال من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل من الأنصار أنا يا نبي الله. رجل الأنصار هذا ليس عنده إلا وجبة واحدة، ليس من رجال الأعمال، وجبة واحدة، فذهب إلى امرأته وقال أنين الأطفال وضع الطعام وذهب إلى السراج ومن أنك تصلحينه ثم أطفئه، وأنا سأوهم الضيف أنني آكل، مع أن الطعام يعني على قدر الضيف لا يزيد. فلما أصبح الصباح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. وفيه وفي أمثاله يوم القيامة أنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فليفشح نفسه فأولئك هم الكافرون. ضحك الله، ما معنى هذا؟ قال الإمام البخاري ضحك بمعنى الرحمة، هكذا قال. الإمام الخطابي يعلق على كلام الإمام البخاري فيقول وكلام أبي عبد الله قريب ولو أوله بالرضا لكان أولى، يعني لو قال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من صنيعكما البارحة أي رضي عنكما لكان أولى. ودافع نصح أولى، هذا هو. ولكنهم يثبتون الضحك على حقيقته، ربنا بيضحك. طبعا سنتعرض لهذا الكلام لأن هذا كلام مأساة، ها؟
هذا الكلام مأساه ويجعل العقيدة الإسلامية عقيدة صعبة جدا، يعني هيضحكوا علينا الإنس والجن حقيقة. لما نأخذ بالكلام ذلك الإمام الرازي يقول لو سرنا خلف هؤلاء المجسمة وسرنا خلفهم، ومثلا الله عز وجل له وجه، ليش له وجه؟ نضع على الوجه دي مجموعة من الأعين، لأن ورد عين ورد أعين، ما يشوش عين خاص. ليس هناك آية تقول إن لله عينين، مجموعة من الأعين، نثبت ما يقوله ثم نثبت مجموعة من الأيدي، الآن ورد يد وورد اثنين، منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وورد أيدي مما عملت أيدينا العام، ونثبت جنب واحد على ما فرضت في جنب الله، ونثبت قدم بدون ساق، طبعا ما فيش رأس نلمس. إذن يقول الإمام الرازي هذه الأوصاف لو اجتمعت في عبد ما رغب أحد في شرائه، فكيف بالله رب العالمين؟ أن هذه الأوصاف لو اجتمعت في عبد صرف الناس عنه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ المشكلة أن هذه القضية بالذات قضية يعني تطرح في مدارس في مجالس العلم، ولكن ذهبوا بها إلى العامة، إلى الذين لا يقرؤون ويكتبون، فأصبح الكلام عن الله كلام عن الكوسة، أسعار الخضروات في الأسواق، هذا أمر صعب يدل على قلة الديانة والعياذ بالله. يبقى هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية القدر والعدل، وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب في إرادة الخير والشر والمقدور والمعلوم، إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة، وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. جماعة القدريين يقولون لا قدر، والأمر أنف مستأنف، وهؤلاء كفرهم عبد الله بن عمر، ولكن هؤلاء القدرية انقرضوا مع الموجود. إنما القدرية الثانية هم المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله الاختياري بقدرة أودعها الله، هؤلاء هم القدرية الثانية. على النقيض الجبري الذين يقولون ان العبد ده يعني كريشة في الهواء تسيرها الاقدار كيف شاء، وهذا يخالف الواقع حقيقة، لان الواقع يفرق بين حركة الراقص وحركة المرتعش. فعندما تنظر الى رجل يرتعش وترتعد فرائضه من الجوع أو العطش أو الخوف، هل من الممكن أن نقول عنه إن له إرادة في هذا؟ طب لو نظرت إلى رجل يرقص وما أكثره، ها؟ يبقى ده إيه؟ له إرادة في هذا؟ إنهم ينفون الإرادة تماما، جرى القلم بما سيقول، فسيال التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجميل. ليه تسعى لرزق؟ ما الجنين يرزق في غيابته، لأن الجنين ليست عنده القدرة التي عندك، فكيف تقيس نفسك على الجنين؟ ولذلك يقال إن شقيق البلخي أراد أن يذهب للسفر يبتغي من فضله، فودع شيخه إبراهيم بن أدهم، فشقيق البلخي سافر، وبعدها آخر النهار إبراهيم بن أدهم نظر فوجد شقيق البلخي موجودا، فقال يا أبي
ألم تودعني منذ قليل لتذهب للسفر؟ قال يا إمام ذهبت للسفر فعلا، ولكن أويت إلى مكان لأستريح فيه، فوجدت طائرا أعمى كسيحا، فقلت يا رب كيف يطعم هذا الطائر؟ من الذي يطعمه ومن يسقيه؟ فما لبثت إلى أن جاء الطائر مبصر بالطعام والشراب إلى ذلك الطائر الأعمى الكسيح، يقف ويطعمه ويسقيه. فقلت لنفسي إن الذي قدر على أن يرزق هذا وهو في هذا المكان البعيد لقادر على أن يرزقني وأنا في بلدي. فرجع. بعض الناس تتهم الصوفية بأنهم أهل خضوع وأهل يعني لا يعني يتواكلون ويسعون في الأرض يبتغون من فضل الله، مع أن كل أئمة التصوف تقريبا منسوبون إلى صناعتهم، الخواص والتقاق والجزار كل هؤلاء هذه صناعات. فقال إبراهيم لأدهم: ولما رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح ولم ترضى أن تكون الطائر القوي؟ فرجع: لما لم تستمر فتكون الطائر القوي تأتي بالطعام للآخرين؟ ثم رضيت أن تكون الطائر الأعمى الكسيح فرجعت إلى بلدك. هذا دي أيضا من النقاط اللي افترقت بسببها الفرق. القاعدة الثالثة للوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وهي تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل، إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة، وفيها الخلاف بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فلو أن الإنسان قال لا إله إلا الله وعبد الأصنام صح إيمان، بمعنى لا إله إلا الله. طيب التنين المعتزل العاصي لا بد أن يعذب، لا بد، فربنا يغفر لك، لا لازم أعذب. فعلى النقيض المرجئة متساهلون إلى حد ممكن إنسان يعلن شعائر الكفر معتمدا على ما يسميه إيمانا في قلب. هناك أفعال يا جماعة إذا فعلها الإنسان فهو كافر بالإجماع. أي نعم نحن لا نكفر بالفعل، ولكن هناك أفعال على وجه التحديد، فلو بال على المصحف أو داسه بقدمه هذا ابن آدم ليس مسلما. لا يعنيني بقى أنه يقول لا إله إلا الله ولا يقول لا إله إلا الله. واضح هذه النقطة؟ إنما الأفعال بوجه عام تاركها لا يكفر، وهذا ما سنتعلم عليه إن شاء الله. ولذلك المرجاء يقولون مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يرى تنكيكا، لو رام ربك أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك توحيدا. حاجات حلوة. القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والأمانة، وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح. هل التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان؟ خلاف. الصلاح والأصلح، النطف والعصمة والنبوة، وشرائط الإمامة نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة. الناس تقول إن الإمامة ثابتة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام علي بالنص. هناك ناس يقول هذا أمر لم يثبت عن رسول الله، وهذا أمر مما تتوافر الدواعي على نقله. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
إن الإمام من بعد علي لنقلته الأمة. أن هذا أمر يستحيل أن يكون بعيدا عن الناس، ولكن الشيعة يقولون هذا، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على إمامة علي، فقد وقف في غدير خم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث له. واحد يقول معه زي كده: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث له. ولكن ما معنى؟ هل هذا يدل على انه هو الامام بعد رسول الله؟ وهم هؤلاء الدين الرافضه هو الكذب على دي. هؤلاء الناس يقولون ان الرسول قال هذا في حجه الوداع، لو قال هذا لنقل الا بالتواتر وليس باخبار الاحد، لكنه لم ينقل الا بالتواتر. الرسول نص على امامه الامام علي، طيب الامام علي اين هو؟ لما لم يشهر سيفه ويقول ان الرسول نص على امامته؟ أما أنكم تعرفون عن الإمام علي أكثر مما أعرفه عن نفسي، وسنتعرض إلى مذهبه بالتفصيل إن شاء الله، وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص، وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع، والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية. فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة، وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة، بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته، ورددنا باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا. وإذا الإمام هنا يبين لك كيف سيتعامل مع مقالات الفرق، وهي كثيرة، فليس كل إمام انفرد او كل فرد انفرد بما قال ساجعله فرقه وطائفه، ولكن ساجمع هذه الاراء المتشابهه مع بعضها البعض وندرجها تحت اصل عام. بهذا يستقيم الايه؟ بهذا يستقيم الامر. ولذلك يقول: فلا تذهب المقالات الى غير النهايه، واذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت اقسام الفرق وانحصرت كبارها في اربع بعد أن تداخل بعضها في بعض. القواعد الأربعة ولدت لي كبار الفرق الإسلامية. الفرق الإسلامية كما عدها الشهرستاني هنا، كبار الفرق الإسلامية: القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة. يقصد بالصفاتية أهل السنة والأشاعرة. ليه؟ لأنهم يثبتون الصفات. هذه أربع فرق كبار، طبعا تحت القدريه ما لا يحصى من الفرق. والصفاتيه لما نيجي نتكلم مثلا عن الاشاعره نتكلم عن ابن كلاب، ثم بعد ذلك الامام ابو الحسن الاشعري، ثم بعد ذلك هناخذ راي الامام الرازي، الامام الغزالي، الامام الجويني، كل هؤلاء يعد الامام الباقلاني، كل واحد من هؤلاء يعد اماما في المكان. الخوارج بقى دي بقى فرق كثيرة جدا، كل ثلاثة أربعة من الخوارج كونوا فرقة مع بعض. ولذلك الخوارج رغم أنهم من أصدق الناس عقيدة فيما يؤمنون حقيقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر ناس تؤمن بمبادئها مستعدة للموت في سبيلها هم الخوارج، إلا أن هذه العقيدة هي السبب في إفنائهم. لما يجد واحد فيهم حد خرج عن ما يفهمه هو أفتنه، فأفنى بعضهم بعضا مع أنهم في ميدان العبادة والزهد لا يبارون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم للقرآن إلى قراءته. لذلك عبد الله بن وهب الراسبي الذي تولى امر الخوارج بعد سيدنا الامام علي، عندما خرج من
من جيش الإمام علي، أول واحد تولى الخوارج قبل نافع بن الأزرق وقبل قطري بن فجاء وقبل جماعة كلهم، عبد الله بن وهب الراسم. عبد الله بن وهب الراسم سجن في سجون الأمويين، فقال سجان: والله ما قدمت له طعاما بنهار ولا فراشا بليل. تأملوا ما هذا إيه؟ إنه صبار قبر. الشيعة فرق كثيرة جدا، منها الفرق الغالية ومنها الفرق المعتدلة ومنها الفرق التي ليست من الإسلام في شيء. عندنا مثلا الزيوت أو الزيديون أو الزيدية أتباع زيد بن علي في اليمن، هؤلاء من أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. ولكن طبعا مقولات الاثنى عشرية في التطورات الأخيرة هذه دخلت عليه. أما الشيعة الذين هم ليسوا من المسلمين على الإطلاق ولا نقاش في هذا، الإسماعيلية، الشيعة الإسماعيلية، والنصيريين العلويين، النصيريون. أما الشيعة اللي فيهم الخلاف الاثنى عشرية، هل هم من المسلمين أم ليسوا من المسلمين؟ ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف، فتصل إلى 73 فرقة. ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب، أحد طريقان في الترتيب، أحدهم أنهم وضعوا المسائل أصولا ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة. مثلا القدر يقول الأشاعرة في كذا، يقول الماتريدية في كذا، يقول الخوارج في كذا، يقول الشيعة في كذا. المسألة كم مثلا؟ كما هو الحال في كتب الفقه مثلا، تقول مسح الرأس ما حكمه؟ تقول عند الشافعية أقل القليل له ثلاث شعرات على الصح المسلم، عند الأحناف ربع الرأس، عند الحنابلة كامل الرأس. وإذا المسألة وأذكر الإيه؟ الآراء فيه. هذا مذهب في تدوين مقالات الفرق، منهج. المنهج الثاني أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة المسألة، والإمام الشهرستاني رجح هذا الطريق. فمثلا الشيعة من زعيمهم؟ والله مثلا هناخد فرقة الأزارقة من الإيه؟ معذرة، هناخد فرقة الاثنى عشرية من الشيعة، ويقولوا في التوحيد كذا وفي الشريعة كذا وفي الأصول كذا وفي الفروق كذا، أذكر كل ما يقول. فجعل وضعوا الرجال وأصحاب المقالات وصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة. يبقى الإمام الشهرستاني يبين لي المنهج الذي سيسير عليه، أن أنا سأذكر رأس الفرقة الإمام أبو الحسن الأشعري، مع أننا لا نعتقد أنه صاحب فرقة لعقيدة المسلمين، إنما تجوزا الإمام أبو الحسن الأشعري يقول في التوحيد كذا، يقول في الإلهيات، في الصفات، في النبوات، في السمعيات، في لو له آراء في الفقه، كل الآراء انحصر تحت رأس هذه الفرقة وهو الإمام أبو الحسن الأشعري. شو بقى يقول الإمام الشهرستاني؟ يقول: وشرطي ولأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بأبواب الحساب، وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم. يعني أسوأ حاجة نسبت إلى الله
أنه اتخذ ولدا. لأن معنى أنه اتخذ ولدا معناه أن الذات الإلهية مليئة بالحوادث، وأنه يحتاج إلى ما يحتاجه البشر، وأن الخالق جل ذكره وعز سبحانه وتعالى قد تركبت فيه الشهوة فدفعته دفعا إلى أن يتخذ ولدا. مع هذا ربنا ذكر هذا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونتلوه في القرآن ونتعبد به. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وإذا الإمام الشهرستاني تعلم هذا من القرآن، قال وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم، انظر، دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله. إذن الدراسة اللي أمامنا هذه تسمى في المناهج الحديثة بالدراسة الإيه؟ الوصفية. دي منهج معتبر، هذا منهج إيه؟ معتبر. يعني الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله عليه كتب محاضرات في النصرانية، لا يعني أي قسم من القساوسة لو أراه أفيد لي من الكلام اللي هو مكتوب. لما؟ لأن الرجل كان موضوعيا، حتى هو يقول كده عن نفسه، أنا لو كنت فاهم فهم أشعر أنه سيقول إلى إني هذا الكلام الذي سأكتبه ممكن هو ينقص من مفهومها